مبسوطة اني معاكم ويا رب تقبلوني بالشكل ده، بس انتوا عارفين ان انا كده فوق. النهاردة هنكشف ليكم اول رد فعل وتعليق من الفنان حسام حبيب على ظهور طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد حلق شعرها. هنعرف كل التفاصيل، بس قبل اي حاجة اعمل لايك للفيديو، ولو ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. هنكمل الفيديو لكن بعد الفاصل. حالة كبيرة من الجدل حصلت على السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت بعد ظهور الفنانة شيرين بدون شعرها، وخصوصا ان ده يعتبر اول ظهور ليها واول مقابلة بين شيرين وجمهورها بعد انفصالها عن حسام حبيب، وده اللي كان من خلال حفلتها في الامارات. اطلالة شيرين استغربها الجمهور جدا، لكن رغم استغراب الجمهور الا انه وجه دعم كبير لشيرين في ازمتها الاخيرة مع حسام حبيب. وقالت شيرين خلال الحفلة إنها مبسوطة بسبب وقوفها قدام الجمهور، واتمنت إن الجمهور يقبلها بإطلالتها وبشكلها الجديد بعد ما حلقت شعرها. وقالت شيرين: أنا بقيت سنجل ومبسوطة إني معاكم، ويا رب تقبلوني بشكل ده، بس أنتوا عارفين إن أنا كده فقت. والجدير بالذكر إن الفنانة شيرين عبد الوهاب أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن جوزها الفنان حسام حبيب، وده من خلال بيان رسمي نشرته على حساباتها الرسمية، وقالت إن انفصالها عن حسام حبيب تم بشكل ودي بدون أي خلافات أو مشاكل مادية بينهم زي ما كان بيتقال على السوشيال ميديا. وخلال الساعات اللي فاتت وبعد ظهور شيرين بدون شعر، نشرت صفحة منسوبة للفنانة حسام حبيب تضيئ الفنان شيرين عبد الوهاب رسالة غريبة ربط كتير من الجمهور بينها وبين أزمته مع طليقته شيرين عبد الوهاب. وقال حسام حبيب في البوست: ساعات كتير الواحد مش بيحس بقيمة الحاجة غير لما بتضيع منه، بس في نفس الوقت كل واحد ليه طاقة احتمال. وكمل حسام حبيب كلامه وقال: مش عيب ان الواحد يغلط، لكن العيب انه يكمل في غلطة، بس في الاول وفي الاخر بالتسامح والحب كل حاجة بتعدي. البوست اللي نشره حسام حبيب ده عمل جدل كبير جدا على السوشيال ميديا، وكتير من جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب هاجم حسام حبيب بعد نشره البوست ده وانتقده، لدرجة ان واحد من التعليقات اللي جات على البوست ده قال: انت وصلتها لمرحلة سيئة جدا، حرام عليك، سيبها في حالها. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، لكن اسرارنا لسه ما خلصتش. استنونا في فيديوهات واسرار جديدة على قناتكم قناة أسرار النجوم.